مرحبا، انا جاك رباح، مدير الاقليمي للشرق الاوسط وافريقيا مع مؤسسه ويكيميديا، وانا من الاردن. كثير فخور بوجودي هون بويكي عربيه بالمغرب بمراكش، ثالث ويكي عربيه لي، وكثير حابب اتعرف على ناس جديده وشراكات جديده ونتكلم عن التحديات ونتكلم عن كيف نقدر نكبر المحتوى العربي على ويكيبيديا مع بعض سوا، ونتعاون مع بعض ونتعلم من بعض. هاي فرصة كتير كبيرة لنحاول نحكي للعالم عن قصتنا وعن تجاربنا، وشكرا كتير لمنظمين ويكي عربية.